اهلا بكم، دقيقة جراحة اطفال. النهاردة عايزين نتكلم عن الجنس الملتبس، عايزين نتكلم او عن الانترسكس، عايزين نتكلم عن الاعضاء التناسلية اللي هي مبهمة الوضوح واللي احيانا بتخلينا مش عارفين نقول هو ايه. في الحقيقة يتوجب على طبيب الاطفال اللي بيفحص الطفل اثناء الولادة لما يشوف حاجة زي كده انه يبعته لجراح الاطفال. وفي الحقيقة جراح الاطفال اول خطوة يعملها قبل ما يسجلوا الطفل انه يطلب منهم ان هم يعملوا خريطة جينية. الخريطة الجينية هتخلينا نبقى عارفين هو التكوين الجيني الجنسي ذكر ام انثى، اكس واي ولا اكس اكس. بعد شوية وبناء عليه نبدأ نسجل النوع، وبعد شوية نبدأ في رحلة التشخيص والعلاج، من اول الخريطة الجينية ثم تعاون من طبيب الغدد الصماء عشان يشوف لي كل الهرمونات اللي عندي، ثم منظار جراحي على البطن عشان اشوف الاعضاء التناسلية اللي جوه البطن هي رحم ومبايض ولا هو خصية وحليل وحبل منوي، ثم فحص للاعضاء التناسلية الخارجية المبهمة شوف شكلها عامل ازاي، وفي الاخر هنقرر احنا هنمشي في انهي اتجاه، اتجاه ولد ولا اتجاه بنت. احيانا بيكون شكله ولد وعنده احليل بولي من الدرجة المتقدمة، بقول لحضرتك لو كان كده ومعاه خصية معلقة لازم نعمل الاول خريطة جينية وبقى ده كأنه جنس متداخل. احيانا بيبقى عندي ناسور بولي مهبلي، وهنا ساعتها بيبقى محتاجين الاول ان احنا ندخل بالمنظار المنظار الاستكشافي من فتحة التبول عشان نوصل ونقدر نشوف هل الاتصال القناة المشتركة ثم الاتصال اللي ما بين المثانة والمهبل، وهو في مهبل ولا لا، ويحط لي قسطرة في المهبل ويحط لي قسطرة في المثانة عشان نقدر نقوم بجراحة إصلاحية على قدر عالي من الحرفية، ونوصل نصلح الأعضاء التناسلية لتتناسب مع التركيب الجيني والجنسي الطبيعي. اللي عايز أقوله تاني عشان هذه القضية قد تكون شائكة، أن احنا بنصل إلى الإصلاح الجنسي عشان نصل للطبيعي وليس التحويل الجنسي. حفظكم الله، دمتم سالمين ودامت أطفالنا بصحة وسعادة.